الحل السياسي لقد بدا، وكل اللي عم تشوفيهم هلا مربين دقون ومنصات السعوديه الرياض ومنصات اسطنبول وكذا كله رح يحلقوا ويناعموا ويلبسوا جرافات ويجوا مثل ما الله خلقهم وهداهم على الحوار السياسي. وفي منصات ما بقى رح تسمعي باسمك، يعني بلشت تدوب وتخلص. انا تقديري الشخصي أن عام 2019 سوريا هو عام حصاد كل هذا التعب من 7 سنين عجاف. أنا تقديري الشخصي أن سوريا لا تستطيع أن تتجاوز المزاج الشعبي السوري وعوائل الشهداء. أنا تقديري الشخصي أن سوريا لن تعود إلى جامعة الدول العربية إلا وفق شروط محددة. ومش صحيح أن سوريا ناطرة الجامعة العربية، صحيح سوريا عم بتفاوض على آلية جديدة. سنعود معك في حلقة مقبلة بال 2019 للوقوف على هذه الوثائق وهذه المعلومات بخصوص طريقة عودة سوريا إلى الجامعة العربية. على كل الأخوة الإخبارية السورية، هالمحطة اللي أنا بحبها، على كل الشعب السوري وبراس السنة نحن عم نتعشى نتذكر اللي كراسيهم فاضية، نتذكر أرواح الشهداء. صحيح. يلي لولاهم هم أسسوا لهذا الانتصار، يلي لولاهم لكنت أنا عم بجاوب، لكنت أنت عم تسألي.